مهارة كبيرة بضربة الاحتلال الإسرائيلي لكل مواقع حزب الله ونظام في سوريا. أنا برأيي الشخصي هذا إنه هاي الضربات هي ضربات وهمية عمان تشتت المجتمع الدولي عشان مجازر عمان تصير بالغوطة أو بإدلب أو بالمناطق الثانية، فهن بالنهاية اثنيناتهم احتلال، إن كان الاحتلال الإسرائيلي أو كان الاحتلال الروسي أو الإيراني اللي هن المحتلين عنا المنطقة. فأنا برأيي مثل ما عم قلت إنه هذا شغلة كلياتها وهمية بس حتى يشتتوا المجتمع الدولي، ما بدون المجتمع الدولي يركز على المجازر الإنسانية اللي عمان تصير بالمنطقة، بدون يشتتوا له انتباهه. وأنت إذا بتلاحظ من الصبح لهلا إنه الأخبار كلياتها على الضربة الإسرائيلية وعلى الطيارة الإسرائيلية أسقطها النظام السوري، هو كل هالشيء هذا ملعوب بس حتى يشتتوا مشان المجازر عم تصير بالمنطقة. يعني كذبة مقاومة مانعة التي عايشنا إياها النظام لطيلة عشرات السنين هي كذبة، هم حلفاء بين بعضهم، وهي الضربات عبارة عن تصفيات دولية إلا هن وجهين لعملة واحدة. الله سبحانه وتعالى يا رب يخلصنا من الكل، وإن شاء الله بتعلق بيناتهم وما بتطفى. بركي الله سبحانه وتعالى بيهيئ لنا مخرج بيطالعنا من هالأزمة اللي نحن فيها، وبفرج عن سوريا وشعبها يا رب. الله يجعل كيدهم بينحرون، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، ويجعل إيده آخرتنا بالشهر الأسد على إيد الكفار. كفار بعضهم الله يقتلهم بعضهم. ضربة إسرائيل لمواقع النظام هي عبارة عن فبركة وتقاسم مصالح ما بين الدول المشتركة، إيران، روسيا، أمريكا، شو بدي أقول لك، إسرائيل، والحفاظ على حدودها الأمنية.